وكل دي كمان. افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى لحسن المسانة اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا إنشي، هو أنت فين بابا وفين ماما؟ فرشة ولا إيه؟ أنا ماليش حد أرتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ اللي أنت واخدة إزالة ولا إيه؟ أنت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ما ناس بيضحكهم وقلوبهم دامية. القلب الصغنطط ده لسه حدا يكون في بامية أبدا. أنا لازم أمشي بقى. أغفو. لازم أوسطنك. لا خليك، أنت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن أكسجين وأنا عارفه ما بتكتبش. ده الناس بتاعت إنجل ما كنتش بدخل من قبلك. ما كنتش أتوقع إن الطعنة تيجي من أقرب الناس ليه. أنا يا عم تواخد المسألة على الزوز عندك ليه؟ في إيه؟ مساء الخير سعيدة. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. سعيد مبارك يا لمبي فندي. اهلا يا نين. اهلا يا علي. ازيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسه. ده انا زي الفل يا عم علي. انا ما شفتش اكل وخير بالشكل ده. فراخ بتبيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ ده خير. وانت عارف بقى؟ ايه؟ كلكم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كله. تعبان ايه يا لمبي فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز، خدته كده كان نازل. بص سنه بلدي نازله على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه، جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله. الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا في صف تاني ولا ايه؟ ارجوك. استنى يا عم، ما انا واخد نحو الامال. ايه؟ وبيع ايه يعني؟ ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحانات ولا هو عنده طلع بمنحة؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزء لوحده والسد لوحده ولا ايه؟ اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصة دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. لا اكون ممنون يعني مدين بالعرفان. عرفان يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي لانه ممكن يتشل. الله يا عم. لا يا عم فضل له ولا فلك يا عم. انت يتشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله انك تقعد تسجد له في كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك يعني مش فاهم انت إيه؟ تقصد ايه؟ نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه؟ لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا. انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه؟ اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانيه مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مبفندي. الله يخليك. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي بقى حلوه يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي؟ حاضر يا مبفندي. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. أكل مين ده يا أم علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا أمي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وأنا كمان خبزة لسه.
صحيح. اتقي شر من حسست عليه. قلت لك اشرب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عريش طازه. ده انت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ياك يتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسن يا لين. ده معانا ده جعان. جعان يا ست ام علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها والاقي الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشاء والدنيا. اوعى داخل الدلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج. مبسوط عندنا؟ حبيبي الحمد لله. نورنا. حاج البق ربنا والله يحبي. العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركة والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده حبيبي ده انت ده انت ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وايه الصنعة؟ احمد اكتر من كده. افتكرها يا لمبي. حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك. على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب بابا. مع الف سلامه يا معلم. السلام. على فكره على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها. اه. بس يعني اصيله من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطاره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو بتزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من لا. وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدي في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم ده انت راجل ذئب. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك بس ما تيجي ناكل يا لمبي. امك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله. خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ايه كده يا علي يا ابني ايه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي. انت بس تلاقي ساعتك مأخرة. ساعتي مأخرة؟ طيب ساعتي مأخرة وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كروية تتنطط. الارض كروية تتنطط حول نفسها 94 ساعة في الساعة. ايه الغب بقى. انا ركعتين الفجر. وكل سنة وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامة. كل سنة وانتم طيب يا لمبي. صح والسلامة. رمضان كريم يا ولدي. الله وحوي يا وحوي. اليوحة. وكمان وحوي. اليوحة. وحوي يا وحوي. اياح ما شاء الله ابوك جميل. طيب قوي. يعني انت عارف لولا المنطقة دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ما خلاص بقى فاكر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السم. ان 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 ايوه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لي كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قلب جبن وانا نايم بالليل. لا والخنفسه اللي انت حطيتها لي في ودني وانا نايم. لا والسحنيه اللي حطيتها لي في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. ام 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 اتعرف يا ابني. انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فر. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انشي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه.
ومن ساعة ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها، اعشقها، اعبدها، ادوب في هواها. ايه ده انت عبيط يا ولا ايه؟ اللي احبها واعشقها وادوب. ايوه احبها، واي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي انا احبها يا ياض؟ وبعدين انش دي ايه؟ انش دي تيجي جنب الموزز والحتت اللي انا اعرفها، ده انا اعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني انت ما بتحبش انشي؟ يا ده حب مننا ده 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 يعني عندها يا جثه ولونه برضك. دي صبه. لا مش صبه يا ده، انا بشكر فيها ان هي مزه يعني. مزه؟ اما الوظه يعني ما ده توبيخ. يا ده مش توبيخ والله، انا بقول انها بطه يعني. بطه؟ يعني حاجه يا ده يعني مؤدبه. بنت مؤدبه حلوه. وبعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. بنت اخويا اصيل قوي. بدنا بقى يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه، ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله. خش على الفرخ. حاسب يا علي دي فيها سم. ام 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 فيش.